بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت مؤسسة مسرات، المؤسسة السورية للرعاية الإنسانية والتنمية، بتنفيذ مشروع المال مقابل عمل في مدينة أريحة، الذي تضمن ورشتي عمل، ورشة إنتاج حقائب مدرسية وورشة إنتاج قطع صوف. الورشتين تتضمن 100 مستفيدة مع 11 مدربة من ذوات خبرة في هذا المجال. المشروع مدته 4 أشهر متواصلة اعتبارا من بداية شهر آذار. سيتم توزيع الناتج من هاتين الورشتين على مدارس محافظة إدلب بإجراء تقييم لاحتياج لهذه المدارس. طبعا الهدف من هذا المشروع هو إعالة الأسر النازحين في مدينة أريحة، هذه الأسر التي تعيلها النساء، حيث تم التسجيل للمستفيدات في المجلس المحلي في مدينة أريحة، وتم قبول 100 مستفيدة مع 11 مدربة. الأجر اليومي لكل متدربة 5 دولار باليوم، والمدربة 8 دولار في اليوم. طبعا مدة المشروع 4 أشهر بمعدل 88 يوم عمل على مدار الشهور الأربعة. وحاليا الورشة في قيد الإنتاج الحمد لله رب العالمين، ومستوى المتدربات بشكل يتطور بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين. ومن خلال استطلاع للرأي حول المتدربات لوحظ وجود حاجة أو طلب من هؤلاء المتدربات لتمديد هذا المشروع، باعتباره مشروع يعني إعانة لهؤلاء المتدربات بشكل عمل دون الحاجة للسلل الغذائية والسلل الإغاثة بشكل عام. وجزاكم الله خيرا. قامت مؤسسة مسارات بافتتاح مشروع المال مقابل العمل كاش فور وورك في مدينة أريحة. المشروع يهدف لتأمين فرصة عمل ل 115 امرأة نازحة في مدينة أريحة. أغلب النازحين هم من مدينة حلب وريفة ودمشق وريفة. الفئة المستهدفة من المشروع عبارة عن أسر أزواج معتقلات ومصابين ومفقودين، بحيث تستطيع المرأة أن تؤمن دخل يومي للأسرة المعينة. طبعا احنا في عنا ورشتين، ورشة صوف وورشة خياطة الحقائب. بيتم في مدة المشروع 4 أشهر. في الشهر الأول كان عبارة عن تدريب، لأن احنا انتهينا من الشهر الأول، كان عبارة عن مرحلة تدريب وتمكين المدربات من العمل على حياكة الصوف وخياطة الحقائب. في الأشهر الثلاثة اللي بيقولوا راح يكون في عنا إنتاج مطلوب توزيعه في نهاية المشروع على المدارس والنازحين في مدينة إدلب. أنا اسمي جميلة الدور من حريتين، عندي 2 شهداء وثلاثة أرامل، والحمد لله رب العالمين إنه يعني هالشغلة كتير كتير يعني استفدت منه، ومعيشة الحمد لله هالولاد الأيتام، عم بشتغل مشان هالأيتام اللي عندي الحمد لله. الله إلهي ربي يجزيكم الخير يا رب. وانا جوزي مصاب هناك في الحلب، ونحن طلعنا من الحلب المحاصره، والحمد لله رب العالمين امنونا يعني الجو كويس، وانه يعلمونا شغله الصوف وعلمونا وخلونا ننتج وخلونا نعتمد على حالنا مقابل مبلغ مالي هو 5 دولارات كل نهار. الحمد لله رب العالمين يعني بتكفينا وزياده الحمد لله رب العالمين. وانا جوزي مصاب يعني طلعنا من هناك مصاب يعني لهلا ما اشتغل، بس نحن الحمد لله رب العالمين انه بنشكر منظمه مسرات انه امنت لنا العمل الكويس، وهلا بنتمناها انه تضل هيك مستمره، انه مشان نضل انه يعني مقدرين واجباتنا وهيك. وهلا انا حامل يعني هذا شهري، ولازم يعني اولاد يعني بدي مصروف، والحمد لله رب العالمين امنوا لنا كل شيء الحمد لله رب العالمين. نزحت لهون على مدينة أريحة، وقت اللي شفت طلعنا يعني بالمحاصرين طلعنا لهون على مدينة أريحة، وجيت يعني لهون على مدينة أريحة واستقريت هون إن شاء الله. وقت استقريت هون يعني صرت أدور على عمل، وصرت أدور على فرصة عمل إني أساعد فيها عائلتي، لأني أنا زوجي مريض يعني وعنده عجز وعائلتي كبيرة. فهون مسرات سمعت إنه فاتحة يعني مجال بهالعمل، هذا مجال بعمل الخياطة. أنت يعني سجلت والحمد لله رب العالمين قبلوني صرت اشتغل. هلا صار لي يعني تقريبا شهر وشوي عم بشتغل فيها الحمد لله رب العالمين. هون الشغل كثير كويس، وبهالشغل هذا يعني بحصل انا بعين عائلتي، ويعني ان شاء الله يعني تم هالمشوار شغله وهالمشروع شاغل.
وبتمنى من كل المنظمات انه تلتفت لهالمواضيع هاي، لان كثير كثير في ناس بعازة الشغل وبعازة العمل، وكثير في نساء هون، يعني في نساء ارامل، في نساء ما في ازواج ما لهم قدر انه يشتغلوا. بتمنى كل المنظمات انه تفتح هيك مشاريع. والله يعطيكم العافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بنشكر المنظمة كثير على هالمشروع الكويس اللي فاد جميع من العاملات، فاد يعني البلد واهل البلد والنازحين. هلا النازحين كثير استفادوا، لأنهم عن جد بحاجة لهالشيء هذا اللي يعني اللي عم تعملوه. وبنشكر كثير المتدربات اللي عن جد عم بيعلموا وكثير عم بيطولوا بالهم علينا لحتى صرنا بهالدقة هاي، وفي يعني إنتاج كثير كويس. بتمنى انه منهم يجددوا لنا العقد، يعني مو بس الاربع اشهر، جددوا اربع اشهر ثاني، لاني عن جد العالم كثير بحاجه، يعني ان كانوا نازحين ولا مو نازحين بحاجه، بالخص اللي عنده اربع اولاد وعنده خمس اولاد، واللي عنده اولاد يعني عم يرضى حليب وحفوضات وعلبه الحليب 4000، يعني كثير العالم بحاجه. بنشكر كثير يعني منظمه مسرات على هالمشروع الكويس اللي قدمنا اياه يعني.